يقول الشيخ هذا السائل: إذا نويت يوم الاثنين مثلا أن أصوم يومي الخميس والجمعة القادمين قضاء، فهل علي في كل يوم أن أنوي مرة أخرى؟ وإذا نسيت فهل يعتبر صومي مجزئا؟ الصيام عند النية، عند الصيام تنوي عند السحر أو تنوي من الليل صوم القضاء أو صوم العدى، أما صوم النافلة فلا يلزم هذا. فلو أصبحت من دون نية ولكنك لم تأكل ولم تشرب ولم تتناول مفطرا، ولك أن تنوي من النهار، هذا في النفل. نعم.